أعزائي متابعينا من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، أشكركم لمتابعتنا في هذه الفيديوهات القصيرة عن أبحاث التي توصلنا إليها في الأكاديمية البريطانية 1881. أتحدث إليكم الآن في مقر جامعة هلسنكي التي يعلن بعض الأقسام عن ما توصلوا إليه من أبحاث في مجالات عديدة، منها التكنولوجيا والطب والهندسة بجميع أنواعها. وهنا يوجد تخصص 198 تخصص علمي. أعود وأتحدث هنا عن بعض الدورات المهمة التي سوف نعقدها في الوطن العربي من خلال الأونلاين ترينينج أو من خلال المحاضرات المباشرة في كل عواصم التي نستطيع أن نقدم خدماتنا فيها. السبب أنه كما تعلمون أن الوطن العربي الآن بمر بعصر الانحطاط الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي والعسكري والديني، إلا من رحم ربي. لذلك احنا نعلم أنه الجامعات والمراكز الأبحاث والأكاديميين في الوطن العربي لا يستطيعوا أن يعلنوا عن أبحاثهم أو تمول أبحاثهم من قبل شركات عظمى. هنا في فنلندا جميع الشركات تشترك عادة في تمويل الطلبة وتمويل الأبحاث، لأنه هذا مردود كبير جدا عليهم. لذلك من خلال عملنا ومن خلال هذه الدورات اللي أسسناها راح تكون على مستوى عالمي جدا، على مستوى أوروبي أمريكي، يستطيع الباحث العربي والطالب وغيرهم من الشركات ورؤساء الشركات وكل من هم مهتمين بهذا النوع من التدريب، إن كان أونلاين عبر الشبكة العنكبوتية أو من خلال دوراتنا المباشرة. وراح نطور أنظمة رائعة جدا حتى نستطيع أن نصل جميع من يطلبون مثل هذا العلم في وطننا العربي باللغة العربية واللغة الإنجليزية. ونحن الآن نطور جميع هذه المواد باللغة العربية حتى تسهل على الجميع. البعض بيسألنا ما أهمية هذه الدورات، لأن هذه الدورات راح تطور شركاتنا وراح تطور حياتنا بعيدا عن المشاكل اللي بنواجهها في الوطن العربي المشرذم للأسف. احنا هذه الدورات عن طريق الانترنت نستطيع انه نصل الى ارقى العلوم في العالم، وهي الان ممكن نعقدها ب PDF files عن طريق الفايلات باللغة العربية والانجليزية، عن طريق الفيديوهات، عن طريق البث المباشر، عن طريق الصور، عن طريق الPowerPoint presentation، عن طريق المحاضرات المباشرة اذا دعينا اليها. احنا نتمنى من الله انه نكون عون لكم. الدورات اللي راح نتحدث فيها في مدينه عمان في 22/6 من هذا الشهر، شهر تموز 2019، يوم السبت راح يكون بعد الظهر. راح نحكي عن جميع الدورات المهمه اللي تعقد الان في جميع انحاء العالم، حتى في ارقى جامعات في العالم، ومنها جامعتي التي تخرجت منها هنا، جامعه هلسنكي. خلفي اليوم سوف تكون ندوه عن اخر المستجدات والتطورات في احدى العلوم اللي راح ينشروها، وراح يتحدثوا عن ما توصلت اليه هذه الابحاث. لما نتحدث احنا فرضا عن الديجيتال ماركتينج